الاخ غول فريد وربي التواجد في بلديه دير حداده سطيف. عندنا مشكل في ارتفاع اسعار الصوص. مشكل الارتفاع هذا كان اولا تحديد في استيراد الامهات، وبعد ذلك جاء مشكل تاع الفيروس اللي قضى على الامهات الصوص. المشكل هذا اللي خلى الصوص يرتفع في الاسعار، قضى الفيروس على تقريبا 50-60% من الامهات، صرا مشكل في النقص في الصوص، وبعد ذلك صرا ارتفاع في الاسعار. الارتفاع تاع الاسعار هذا تاع الصوص احنا ما يساعدناش. قداه كان؟ قداه ولا؟ كان الصوص كان من 40 دينار 50 دينار، اصبح في 150 دينار 160 دينار، وفي السوق السوداء حتى 180 دينار. تبعات مع الاعلاف، مع الادويه، مع التلقيحات، ارتفاع في اسعار التلقيحات، ارتفاع في الاعلاف، وارتفاع في الادويه. اصبح الان السعر المرجعي عند المربي اصبح حتى 27 حتى 26 حتى 27. اذا شحال راح يلحق المستهلك بهذه الطريقه؟ يلحق المستهلك بعد نقولوا المذابح، المذابح فيها نقولوا فريات، فيها مصاريف، فيها كذا في المذابح، يصبح السعر تاعو حتى 38 حتى 40 دينار، يعني يلحق للمستهلك حتى 45 ألف. بس الصوص بهذا السعر ما يساعدنيش، ما تقدرش يعني تربيه. السعر المرجعي يرتفع، والغلاء الأعلاف توقع ارتفاع خيالي للحم البيضاء. رضوان سيطة، رئيس المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك، فيما يخص الارتفاع الرهيب لأسعار اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة، احنا كمنظمة لحماية المستهلك احنا ضدنا بهذا الأمر، وطالبنا يعني باتخاذ إجراءات عاجلة قبل الوصول لهذه المرحلة التي سوف تعرف أسعار خيالية. ما يخفش عليك أنه أكثر من 50 إلى 60% من الفلاحين الصغار غادروا هذه المهنة بسبب الخسائر والأعباء الكبيرة التي تحملوها في مرحلة سابقة، وهذا بديهي لأنه بعد الانخفاض الكبير اللي أدى إلى الخسارة راح ينسحب مستهلك المربين الصغار من هذه المهنة، وهذا يعود بالضرر على القدرة الشرائية. وما نلاحظه اليوم يعني من ارتفاع رهيب بسعر الصوص، والارتفاع الكبير الذي له تبعات كثيرة. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.